يعني يا من تريد أن تحصل هذا الأجر العظيم، تنبه أنك مطالب بعدم قص الشعر ولا الأظفار إذا أهل هلال ذي الحجة، وهذا هو الذي يريده فقط الإمام النووي من هذا التبويب، وهو المنع لمن أراد أن يضحي من أن يقص شعره وأظفاره وفي رواية وبشره. يعني لا تفتت إذا في 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 جسدك لحم مسلوخ إنك تشيله، وهذا ينسحب عمن يضحي مش عن أهل بيته. يعني الزوجة ما لهاش دخل والأولاد ما لهمش دخل. العبرة إذا أراد أحدكم أن يضحي، طب امرأة بدها تضحي تمسك، امرأة تضحي نعم تمسك، ناس اشتركوا في الأضحية كل اللي اشتركوا بمسكوا، ما قالوا دخل الوكيل. واحد وكلك في بلاد برا قال لك اذبح لي أضحية، انت ما إلك دخل، انت واسطة خير، ما إلك دخل في الموضوع. أحكام الأضحية فيما يتعلق باللحم وما شابه تعمل عمل الأصيل، أما ما إلها دخل فيك انت توكل أو ما شابه. أراد أحدكم أن يضحي.